طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الدول الغربية إلى إغلاق سفارات النظام الإيراني الذي يستخدم البعثات الدبلوماسية غطاء لأنشطة إرهابية. وقالت رجوي في مؤتمر إحياء الذكرى السنوية 30 لمجزرة عام 1988 في باريس أنه على 3 عقود التزم المجتمع الدولي الصمت حيال مجزرة السجناء السياسيين، ونتيجة لذلك ينتهك النظام الإيراني حقوق الإنسان في إيران ويرتكب أعمال إرهابية ويثير الحروب في الشرق الأوسط. وطالبت رجوي مجلس الأمن الدولي بالتحرك من أجل محاكمة قادة النظام والمسؤولين عن مجزرة عام 1988 وعن الجرائم ضد الإنسانية. ودعت رجوي الدول الغربية إلى طرد من أسمتهم بجواسيس وعملاء النظام، مؤكدة ضرورة قطع العلاقات مع النظام الإيراني الذي يستغل التسهيلات الدبلوماسية في خدمة مشاريعه الإرهابية.